بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الشاهد القرآني: جاعل في الأرض خليفة، في الشاهد 25. ووصلنا إلى المورد السادس. أقول مرة أخرى نرجع إلى الإجماع الذي أشار إليه القرطبي في قوله: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق. أقول على أضعف المحتملات، فإنه إضافة لسعد بن عبادة، فإن علي عليه السلام قد تخلف عن البيعة كليا أو لأشهر عديدة حسب ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك الحسن والحسين عليهما السلام لم يبايعا، بل أنهما لم يبايعا حتى وفاة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، ولا يوجد أي مورد يثبت أن الحسن والحسين قد بايعا الخليفة الأول. أما فاطمة عليه السلام فهي لم تبايع لا ابتداء ولا لاحقا ولا بالأصالة ولا بالتبع، بل كان لها الدور الرئيس، بل كان لها الدور الرئيس في الاعتراض على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، والدعوة إلى أحقية زوجها علي عليه السلام بالخلافة، وأن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بعلي عليه السلام. فدعوى إجماع الصحابة على بيعة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه لا يمكن إثباتها لا في السقيفة ولا خارج السقيفة، لا ابتداء ولا انتهاء. نعم يمكن الكلام عن أكثرية وشهرة وشياع ونحوها. في كتاب البخاري، في صحيح البخاري كتاب المغازي، وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن تقول السيدة عائشة: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليه السلام منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر، أي يعني فغضبت فاطمة على أبي بكر، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك فهجرته، يعني غضبت عليه فهجرته. من الذي يقول؟ ليس الشيعة من يقول، لست أنا من أقول، هذه السيدة عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها. لاحظ هذا الخط، الخط الصحابة، هذا الخط المرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخط المرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. طبعا قلنا لا يوجد عصمة، يوجد أخطاء، يوجد اشتباهات، يوجد شبه، يوجد إشكالات، يوجد شبهات، هذا غير خط الأموي. خط الأموي ينفي كل شيء، يقلب كل الموازين، يقلب كل الحقائق. أما هذا الخط كما قلنا ليس لمعصوم، خط الصحابة، فلذلك يقول بالذي عنده والذي له والذي عليه، هذا بمقدار ما وصلنا من تجاوز مراحل الغربال الأموي والسلطة الأموية والحكام الأمويين، جزاهم الله خير جزاء الصحابة الخلفاء أم المؤمنين سلام الله عليهم، لولاهم لانقلبت الحقائق أساً على عقب. إذن تقول: فأبى أبو بكر، عائشة تقول سلام الله على عائشة، تقول: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليه السلام منها شيئاً، فوجدت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر. إذن غضبت فاطمة على أبي بكر وهجرت أبا بكر ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت 6 أشهر. تقول: فلما توفيت دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي عليه السلام. إذن كم عندي من الوقت؟ عندي 6 أشهر مرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه 6 أشهر تقول السيدة عائشة، تقول: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، كان له وجه، كان له احترام، تقدير، منزلة،
مهابة عند الناس. متى؟ في وقت وجود فاطمة، في حياة فاطمة. تقول: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة عليه السلام، فلما توفيت تغير الناس، تغيرت نظرة الناس. تقول: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة عليه السلام، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. يعني تغيرت وجوه الناس على علي بعد وفاة فاطمة، فعلي استنكر هذا، تضايق من هذا، أصابه الحرج والضرر من هذا، اهتم من هذا الأمر. فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. التفت ماذا تقول سيدة عائشة؟ ولم يكن يبايع تلك الأشهر. كم من الأشهر؟ 6 أشهر على أقل تقدير، لم يبايع تلك الأشهر. 6 أشهر هو لم يبايع سلام الله عليه. فهذه الرواية تدحض وتبطل كل من يقول بأنه بايع في نفس اليوم، في اليوم الثاني بعد بضعة أيام. ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر رضي الله على عمر. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. التفت جيدا، نحن هم من نقول أم الرواية تقول أم السيدة عائشة تقول؟ نحن أو السيدة عائشة أو ابن شهاب وعروة وأم المؤمنين عائشة هي التي تقول؟ تقول هذا، تقول: ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم، أو وما عساهم حسب الرواية، وما عسيتهم وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر. هل معه عمر؟ لا، لم يسمحوا بدخول عمر، اشترطوا بعدم مجيء عمر معه. فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي عليه السلام فقال: إنا قد عرفنا فضلك، أو فضيلتك، إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. لا يوجد حسد، ليس عندنا حسد عليك. ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت، ولكنك استبددت علينا بالأمر، لكنك استبددت أي استوليت وانفردت علينا بالأمر. من الذي يقول؟ علي سلام الله عليه يقول لمن؟ للخليفة أبي بكر رضي الله عنه. ومن الراوي؟ عائشة سلام الله على عائشة يقول: ولكنك استبددت أي استوليت وانفردت، استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى في رواية حقا، وكنا نرى حقا بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيبا. وكنا نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيبا. فلم يزل يكلم أبا بكر. من الذي يكلم؟ علي سلام الله عليه. يقول: فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. بأي شيء تكلم علي حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه؟ سيأتي الكلام عن هذا. لاحظ علي في مقام الاعتذار عن التأخر عن البيعة، في مقام بيان سبب التأخر، في بيان سبب الاعتزال وعدم الاستجابة للبيعة والمسارعة إلى البيعة. إذن لماذا بكى أبو بكر؟ لماذا فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه؟ ماذا قال علي سلام الله عليه؟ الله ورسوله أعلم.
يقول: فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. من القائل؟ الخليفة الأول أبو بكر يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقرابة علي وفاطمة والحسن والحسين، أحب إلى أبي بكر، أحب إلي أن أصل عائشة سلام الله على عائشة. من قائل؟ أبو بكر يقول: يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. إذن أين المشكلة يا أبا بكر فيها حسب هذه الرواية؟ أين المشكلة يا سيدي ومولاي أبا بكر؟ هنا يأتي بالجواب، يقول: وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال. التفت جيدا، إذن كلام هنا عن أي شيء؟ ليس عن الحق وعن البيعة وعن الإمامة، وإنما يتحدث عن مال. لاحظ، عن فقرة المال. يقول: وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال. هنا يبرر أبو بكر سلام الله على أبي بكر، يقول: فلم آلوا فيها عن الخير، فإني لم آلوا فيه عن الخير، حسب الرواية، فلم آلوا فيها عن الخير، أو فإني لم آلوا فيه عن الخير، فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. تكمل السيدة عائشة تقول: فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي عليه السلام وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد، ثم استغفر. انتهى كلام أبي بكر رضي الله عنه. تقول: وتشهد علي عليه السلام فعظم حق أبي بكر وحدث، أو أنه لم يحمله على الذي صنعه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة، أي حسدا على أبي بكر، وحدث أو أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا حقا. لاحظ، يقول: ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، تكرر عمال الاستبداد، فاستبد علينا، أو فاستبد علينا به، فاستبد أبو بكر سلام الله على أبي بكر، فاستبد أبو بكر علينا، أو فاستبد علينا به، حسب الرواية. تقول: فاستبد علينا، أو فاستبد علينا به. إذن ماذا قال؟ ولكننا، أي أمير المؤمنين سلام الله، يقول: ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، أي غضبنا في أنفسنا على الذي حصل، على ما حصل، على أي شيء حصل الغضب من علي وفاطمة والحسن والحسين. ما هو السبب؟ لاحظ، بسبب الاعتقاد بالحق، بالأمر، بالنصيب، بالخلافة، بالإمامة. هذا هو الذي أدى بأن تغضب فاطمة ويغضب علي سلام الله عليهما ويغضب الحسن والحسين. ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وأعلق هنا، أولا أقول
عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وهذا الكلام نص واضح في تخلف علي عليه السلام عن البيعة 6 أشهر وأكثر. فأين ابن تيمية وأتباعه؟ وأين المارقة الدواعش أهل التدليس الخوارج من هذه الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى يضعف تيمية ما في الرواية فينسب فترة تخلف فترة 6 أشهر، فينسب فترة 6 أشهر إلى القيل في مقابل قيل آخر، حيث قال لكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، لكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. تدليس واضح، بغض بعلي سلام الله على علي، المحك في كشف النفاق والمنافقين. ثانيا، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. أقول المعنى واضح في أنه لو لم تتوفى فاطمة عليه السلام فإن علي عليه السلام لا يستنكر وجوه الناس، فلا يلتمس مصالحة ومبايعة أبي بكر، ولبقي على عدم مبايعته له. إذن هذا المعنى يفهم منه، المعنى الواضح في أنه لو لم تتوقف فاطمة عليه السلام لو لم تتوفى فاطمة عليه السلام فإن علي عليه السلام لا يستنكر وجوه الناس، فلا يلتمس مصالحة مبايعة أبي بكر، ولا بقي على عدم مبايعته له. وهذا دليل على أن بيعته عليه السلام للصديق رضي الله عنه، سجلوا هذه، أنا لا أعرف يعني بحثت كثيرا، لكن إن شاء الله بفضلكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى يوجد أمور ربما غير موجودة عند الآخرين، لم تطرح من قبل الآخرين كأدلة وإشارات وبراهين ومؤيدات ومحتملات. فيرجى الالتفات إلى ما يقال وتسجيل ما يقال وإبراز ما يقال والبناء على ما يقال، وطبعا يحتاج إلى الالتزام الشرعي والأخلاقي والعلمي بإيصال ما يقال. أقول وهذا دليل، التفت جيدا الكلام عن أي شيء، لاحظ كان يستنكر، لقد استنكر وجوه الناس، فبسبب استنكار وجوه الناس التجأ إلى المصالحة. أقول وهذا دليل على أن بيعته عليه السلام للصديق لو صحت فإنها كانت بالإكراه ودفعا للحرج والضرر الذي وقع فيه علي عليه السلام بسبب مواقف وتصرفات الناس معه بعد وفاة فاطمة عليه السلام. فأين شيخ تيمية من هذا الإكراه الثابت بالصحيح، حيث يقول وأما علي، يقول ابن تيمية يقول وأما علي عليه السلام وابن هاشم فكلهم، لاحظ دائما يتحدث بهذا الاسلوب، هذا طبعا لخداع الجهال، حتى يقول هل يعقل شيخ وشيخ اسلام، هل يعقل يكذب الى هذا المستوى، يقول كلهم، يقول جميعا، يقول اجمعوا، يقول لا يوجد اجماع، يقول اتفق العلماء، يقول نفاه العلماء، يتحدث بالكل بالمجموع، هل يعقل بشيخ شيخ اسلام يتحدث ويكتب ويؤلف يصل الى هذا المستوى من الكذب؟ لاحظ هذا أي إنسان، الإنسان البسيط يسأل هذا الأمر، يحكي بهذه الخصوصية، يتصور هذا التصور، لاحظ فيستخدم هذا الأسلوب، يرعب المقابل، يخدع المقابل، يعطي عنوان لشيء حتى يهيئ ذهن المقابل لتقبل ما يقول، وهذا منه دائما ينفي بالمجموع بالكلية، فيجعل المقابل يتردد. الآن عندما أنت تأتي إلى هذا الكتاب والكثير من العلماء من السنة من الشيعة، الكثير منهم يتردد، يخاف، يقتبس من هنا ومن هناك، وربما بعض المقتبسات أيضا غير تامة، أو الكثير من المقتبسات على ابن تيمية غير تامة، فالردود والإشكالات عليه تكون غير تامة،
ويستغل هذا أتباع التيمية الجهال وعلماء التكفير والضلالة والتدليس، يستغلون هذا الضعف عند الآخرين. فقسم من الناس حتى بعنوان عالم يخاف يهاب، يقول مجلدات وأجزاء وعندهم مؤلفات، يتحدث عن جانب العدد وهو فنان وبارع في طرح الجانب العددي. حتى عندما تأتي إلى كتبه مثل تجد الجزء العاشر والجزء العشرين والجزء السابع والجزء السادس، تجد كثرة الأجزاء، لكن عندما ترجع إلى الأصل تجد بأن الجزء هو ليس بحجم ومقدار الجزء الذي نتصوره نحن. الكتاب الذي يتحدث عن الجزء الأول أو الثاني، هل هو بحجم ما يكتب عادة وما يؤلف عادة وما يطبع عادة من كتب الآن؟ ليس هذا. بعض الكتب صارت عبارة عن أجزاء لوجود الشارحين والمعلقين عليها. فعندما ترجع إلى الكم الذي كتبه من كلمات وعبارات، ربما لا يصل إلى ربع ما في تصورك وفي مخيلتك. التفت جيدا فأقول، فأين شيخ تيمية من هذا الإكرار الثابت بالصحيح، حيث يقول: وأما علي عليه السلام وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس. لاحظ، لم يكتفي فكلهم بايعه، باتفاق الناس. هل يعقل شيخ يكذب إلى هذا المستوى؟ لا يعقل. من يصدق هذا؟ فلا يوجد من يصدق بهذا، فيقع الإنسان في التغرير. لكن عندما نأتي إلى الواقع نجد بأن هذا الكلام غير واقعي، وهذا الكلام تدليس في تدليس، وهذا عبارة عن كذب فاحش. يقول فكلهم بايعه باتفاق الناس، وبكل حال يقول وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه. هذا هو مورد الكلام مع ابن تيمية، أثبتنا الإكراه. يقول وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه.